برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ. اليوم غادي نعرفوا معك في تحليلك بكل وضوح علاش بعض الأشخاص اللي في أي صعوبة ولا تعقيدات عادية يعني كتواجههم ولا ضغوطات في الحياة اليومية سواء مرتبطة علاقات شخصية ولا علاقات عملية كتخلي الشخص يعني حماق ويقوم بردود افعال اللي هي كبيره فيها تصرفات مجنونه ولا مسؤوله. فشنو كيوقع استاذ بالتحديد؟ يعني واش هذا راجع للهشاشه، لضعف الجهاز المناعي النفسي، ولا امور كبر يعني من هذه الاسباب؟ هو كاين اشياء كتتلف العقل، كاين اشياء حياتنا لتقوي العقل. وهنا بزاف ديال الناس ما بقوش ضابطين وفاهمين الأشياء اللي كتتلف العقل، فكيظن العديد بأن سلوك وتصرف أحمق يؤدي بالإنسان للحمق. ولكن راه واحد العدد من السلوكات والتصرفات صحيحة وغير صالحة تؤدي الجنون. حتى راه ماشي خصك تشوف الفعل على اساس انه صحيح فقط، خصك تشوفه صحيح وصالح. تاكل طعام فعل صحيح، ولكن واش صالح في اي وقت تاكل؟ واحد في الليل مع الوحده ديال الليل غادي ياكل الشوه ديال خرف وغياكل ليدام وغياكل الشباكيه وغينعس، وسولو الصباح واش ناس ولا 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 مات. اللي كيموت لانه هو فعل طعام صحيح وماشي صالح لواحد الشخص ما عندوش قوه الهضم. واحد اخر ما تيقدش جسمه على الصهير يظهر يتعاند مع واحد عنده القدره. اذا ماشي دائما خصنا نشوفوا بان فعل الحمق يؤدي الجنون. راه كاين فعل صحيح ما صالحك تزوجي، خصك تبقى بوحدك وعائلتها كيدفعوا فيها خصك تزوجي، وهي من النهار اللي كبرت وهي قنطعانه مخنوقه، عاقه ميجتها كتخنقها، عاقه ميجتها قام يجوف خصها تحل المعفين يدوي معاها الواحد، واخا الله يجعلو يدوي فاش ما دوا ما حاملاش حتى تدوز نص ساعه. شنو قلتي؟ اللي دوا معاها كتقول لي يا ودي راه قلنا لك السلام عليكم، السلام عليكم وراء عائلتك هذه صالح لها تزوجك، لان غيجي ولدها عندها ما غيستاذناش غيدخل الحمام، غيجي تجي نسيبتها ما غيستاذناش ودخل الدار، غيجي. اذا انت مخنوقه من النهار الاول بوحدك، شنو بغيتي بنادم يجي عندك بحال القطار يقرب المحطه ويعلن عليك راني جاي المحطه فين نوقف فينا هنا كاين دخول هنا راه صيف، راه صيف اربعه ولا ثلاثه ما تزوجيش. راجل بوحدو ما عمرو ما سلق بيضة، ديما موسى قالوا البيض من نقيه جبتو الفرار، انا النكر النكر مزينك وصحاب راسو بصح هو انا النكر النكر مزينك، خدام مرجعية من مو، تولي خدام مرجعية من موس كاع، تكون مرضي مع امك شي وتاخدها مرجعية مسخوط، مرضي مع امك الله يرضي عليك وليدي انا راضي عليك، هادي حاجة. ما معنى راضي عليك؟ انك تشوف فيك واحد الانسان صالح، دارت لك الختم وكلات رضعات سهرات قرات دارت لي في جهدها وقفتي على رجلك انا راضي عليك. اما تاخذ من امك مرجعيه، عرف هذيك علامه الجهل، لان معمر الام كتنتقد ولدها، حشيشي عزيز عليها، سكيري عزيز عليها، سراق عزيز عليها، مجرم عزيز عليها، ديما الام كتحيط ولدها، هذوك هما طبعهم ساكنش غادي تكبدتو مالي. اذا خصو هو يحترس من مو اللي تحط راسها مرجعيه، الا كانت من العارفات وهذوك خلالات.
راه واخا تكون العريفه تفولها راه كتحل خاصها تذكر مازال تقصح مع البنت ملي كتوصل للدكر كتفريط الام وامي انا مع وليدي اش وليدي اش وليدي هذا وليدك هذا ديناصور كذا. اذا خصنا دائما اليوم كنتكلم على هذوك البنيات خارج البنيات المرضيه واحد جمعتهم في واحد بعد ديال الاقسام خص الانسان ينتبه لهم. كاين لا مالادي بسيشيك عندها سبعه ديال لي كلاس حاول تلخصهم. الاول هما لي كوز ستركتورال لا فورماسيون د لانكونسيون تكون مثلا ليلاستيسيتي مونتال غياب لو سيستيم ايموتور بسيشيك ما عندوش لا ريزيليونس هادو سي دي ستركتور اللي يمشيو حتى نقصوا البنيه الاوليه في تكوين البنيه النفسيه كتكون غادي يكون هنا اضطراب. ثانيا الاسباب العائليه خاصه في ديك المراحل ديال الانجاب ديك العامين الاولى وفيما يخص باللي لي تروبل رياكسيون دو لاتاشمون حيت الام ولدات وليحه عند خدامه ليحه عند خالته ليحه عند عمته وهي مازال عاد باغا تسهر وباغا تخرج وباغا تعيش وهو باغي يتقابل هذاك الرضيع وتتشدو بحال شي نونو خساري ليا ولدي وتيشيبوه ليها وتتغزغزغزغز وتطوعو وتخرج هو يبكي ويغوط وهذيك الخدامه مقابلها غا حيت باغا الفلوس وهذيك عمته مقابلها غا حيت خوها كيتسالها وهذيك خالته غا مقابلها حيت باغا تبان ما نعرف كدير الخير. المهم هو تا واحد محاسبي قاس هنايا لي تخوب الغياس وعندو لاطاش مشاو طلعو عندنا لي تروماتيزم هذوك السندروم بوست تروماتيك الدري مثلا شاف مو تقتلات حداه ولا بواه ولا شي عنف خطير وكان شي واحد كيمسو بيدوفيلي ولا انسيست فاميليال هادو اشياء تيم. ثم عندنا لي كومبورتمون ديفيون تصرفات اللي كتلقى الانسان الحشيش بكثرة سبعة جوانات في النهار عشرة يشرب البيرة يشرب الشراب يشرب محيا يبقى فايق علاقة جنسية مع هذا ثم عندنا لي كوز انفيرومونتال تلقى شي واحد ديما تيقرا مزيان واحد النهار فشل فقط وما مولفش يعيش الفشل. عندنا لو ستريس دافرونتيساج واحد حط واحد الورشه في واحد ستاج باقي فاتيه 13 عام 14 ولا 15 وتينزل عليه شي واحد بشي ضغط سبان معيور ما لقاش ذاك الاداء المعنوي ما لقاش انصاف اولا واحد فقد الشغل ديالو فقد الامكانيات الماديه ديالو صبح بدون ماوى صبح اس دي اف هادو. ثم عندنا لي كوز انتليكتويل انه انسان ما عندوش الفكره ديالو مربوطه عنده الفكره ديالو يعني مصيبه تيبقى يفكر في حاجه ويحكر فيها ويفكر فيها ويحكر فيها ويفكر فيها ويحكر فيها. انه واحد السيد الناس اللي الله يجازيهم بخير عنده هذوك الكاميرات ديال الترونسبور هوندا وهذا واحد تاليتو في شي حويجات تنجي معاه مسكين تيقول لي تقول لي بحال هكا يقول لي فين ما عندي فين تقول لي بحال هكا نقول له انت متوصل بلاصه ثانيه الزنقه الاولى لا ما تقولش لها سيدي يقول لي واحد هو قلت له انت بشويه قول لي شنو بغيت نقول لك العنوان اهاو وانت ملي ما تعرفوش عيط لي وفعلا عطيت له العنوان وما عرفوش عيط لي ما قلتلوش واش تيك وخليتي نعيط لك قلت له دابا شنو بغيت نقول لك خليته هو ياخذ مني حتى وصل اللي وصل له نزلنا هذيك السلعه وخلصته قلت له واش تسمح لي نقول لك واحد الكلمه قال لي يا خير قلت له غتمشي عند الطبيب الله يرضيك قال لي علاش فيها شي حاجه قلت له فيك حتى حاجه اي خوك حال خوك قلت له نصيحه في سبيل الله سير عند الطبيب هذا وراه كتبت له سميتي في الظهر ديال لاكارت ودرت له واحد الكلمه سير عنده. دازت واحد المده تدازت حدا الدار بقيت يسول الكونسيير قال له واش السيد كاين خرجت يلا رحم الوالدين قال لي وتشرح لي كيفاش فهمتيها قلت له بلاش عفا خويا قضيت الغرض وصافي. هذاك عنده انستركتور اوبسيسيونيل وتحت منها انستركتور دونغواسي دونكسيتي شنو هو هاد لونغواسي دونكسيتي باقي عندنا دو كاتيغوري لي كوز فيزيولوجيك يكون انسان مرض بشي مرض انفيكسيو تيتقاسلو الدماغ ديالو ولا غذائيه ولا بعض لي فيروس حتى هما تيجعلو الانسان يحمق ولي كوز ميتافيزيك اشياء اللي فيها روحانيات انسان كيمشي يعاشر لي شامان ويمشي لواحد الغابه ويبقى يتعاطى النباتات ويشربهم يدير شي رياضات بحال هكا فيهم ليزوتيريسم ويبغي ما عرف يوصل لشي روحانيات انسان يقلب يتحاور مع ارواح بحال
سميتو ولا كيختار كي شي يعجب ولا ناطق. اليوم انا كنتكلم خارج هاد السبعه لي كاتيجوري. ف لونغواس لونكسيت. جاك لاكونت يعرف لونغواس اللي هو الخوف من حيث انه مؤسس للرغبه. قلت واحد الحلقه كنا تكلمنا عليه، واش كتبغيني؟ اه، ولكن ما كتخافش عليا. الانسان ما تيحس بشير وتيبغي حتى كيحس بيه تيخاف عليه. لاحظتوا الخوف مرتبط كدليل على تواجد الحب. المراه وخرج لها يشري لها الهدايا وكذا، شويه خرجت هي ودخلت 11 الليل ولا 12 الليل وقال لها بونسوار خشيت ونعس. المراه ما عجبهاش الحال، تقول اول دخلت 11 ما سولني فين كنت، مع من كنت، شنو درت؟ تقول له في خبارك حبيبي، راه كان معايا خويا وراه مشات معنا الوالده وراه مشينا غير كذا وكذا عند العائله وراه وصلوا لي حتى الباب. هو تيقول لها واه ما تعاوديش ليا وبحال بحال وصافي وصافي. تخيل مرة تحس براجلها ما تيخافش عليها ما تيغيرش عليها تفتل. وهو عاوتاني كذلك، واش انا مسافر يومين الا وكتبت لك نهار الخميس راني غادي اليوم الاحد كتكتبي لي بونسوار او يومين؟ مالك يا اختي؟ لا وحبيبي راه شفت فيكم كيفاش شفت فيكم بس تخافي علي. اذا لاحظتي جاك لاكو عبقري اللي تيقول لك لونغواس ايتان كونستيتيون، هو مؤسس للرغبه. لونكسيتي بغينا نبسطوها هي غياب جهاز المناعة الديفايون، يعني اضمحلاله ضعف في هذا المناعة النفسي او لا غيابه كاع ما كاين، هي لا ستركتور اونكسيوجين. لا ستركتور اونكسيوجين تيبان لك الانسان بانه ميت بالخلع بوحده، ما كاينش اسباب واقعيه، ما عندوش ملفات في المحكمه، ما عندوش شي تحليل طبي قال له راه فيك الكونسير، ما عندوش شي اخبار، ما كاين والو. وهو دير بحال هكا كيبان لك نويف وصفيفر وجهه صفر وخطو في خاطره، خصك تبدا معاه في الاول تقول له بخير لاباس كلشي بخير لاباس، لاباس عليك. خصك ديما تسبق بات بلونش، تخيل لا عندك شي مشكل بغيت تقول له سير شو كيدير، حيت عا غتجي تقول له مش غيموت. إذا حنا اليوم داويين في هاد الأشخاص اللي عندهم أشياء، ما عندهمش تصرف أحمق، ما عندهمش، وعندهم تصرف صحيح ولكن غير صالح، وما انتبهوش للضغط النفسي، وما انتبهوش للعجلة، وما انتبهوش لطلب الأشياء من دون معنى، وما انتبهوش للكد الدائم والمستمر بين الحربية، حتى كيصبح الإنسان مسلوب الإرادة. شي هاد الربعة الحويجات خص الإنسان ينتبه له، ينتبه للضغط النفسي، للعجلة، طلب الأشياء من دون معنى صالح ولو كان صحيح، الكد الدائم والمستمر بنية حربية أن المحرك ديالها هو الخوف، حتى كيولي مسلوب الإرادة. شتي أن الإنسان شنو هي تحقق سعادته؟ راه ماشي هي امتلاك الأشياء، هي أنك تحاول ما أمكن تتحكم في مسار حياتك. شتي تتحكم في سيارتك كتكون سايق، أنت اللي كتحكم فيها، أنت اللي شاد المقود بيدك وشاد الفرن برجلك والأكسيراتور، أنت اللي كتحكم فيها. شتي إلا كان الشتا كتنقص السرعة وكتبدل البنوان، إلا كان الطريق فيها الزيت كتوقف، إلا كان فيها الثلج كتوقف. علاش؟ لأنك كتخاف ما تبقاش متحكم في السيارة ديالك، وما بالك اللي أعقد من السيارة هي حياة الإنسان. إذا علاش الإنسان كيدخل في مشاريع، يا إما علاقات عائلية يا إما علاقات طبيعية يا إما علاقات حرفية يا إما يا إما، وتيحس بأن هذه العلاقة هذه هذا المسلك هذا غيجعلو ما يتحكمش حياته كيمشي. اذا هذا هو الاول فتح الباب لاتلاف العقل. ثم وتنا واحد السيد ما تبوه خلى له اربعه دخوتو صغار خدام عليهم، ياك شنو اللي كيمنعو انه يسبتو الحد؟ يجي شي واحد من العائله قبلهم يمشي 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 يتسارى غير واحد المساريه، تلقى عمرو ما تسارى تا دكسو الحد. عندك تسحب بان غادي يجيك تصبح منهك الطاقه، ما بقاش عندك الجهد، عندك تسحب راه غادي يجيك فقط من انك مقابل خوتك والعبء النفسي
والروحي بان ما عندكش الباب حاميك اللي هو باك مات او لا انت مقابل اخو عندك صحاب غادي يجيك الضق من تم غيجيك حتى انك تخليتي على صيغه المتعه اللي هي ضروريه للتوازن ديالك قالك هذا هو اللي قلت لكم الضغط النفسي ثم العجله شنو هي العجله العجله لله عند العارفين هي اختراق الحين قبل الاجل شنو هي العجله هي اختراق الحين قبل الاجل شنو هي السرعه هي قوه بيد تصرف الصالحين فيها التيسير وامر الاشياء بزاف ناس كيسحب العجله عنده يسحبها هي السرعه يقولك انا كنبغي الحاجه تقدر بغيها انا كنبغي انا كنبغي غادي نشوفوا واحد الامر هائل يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون الانسان مخلوق ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق العارفين والمؤمنين لان راه كاين المؤمن والمؤمنون حقا راه كاين المسلم وكاين المؤمن وكاين المؤمنون حقا مثل حي العلامه امام الشعراوي عنده واحد الدرس اركان الاسلام واركان المسلم هائل تحكم شو تقلبوا في الانترنت تسنتوا ذاك الحليم اركان الاسلام واركان المسلم يقول لك اركان الاسلام خمسه واركان المسلم يقدر يكون جوج شهاده صلاه يقدر يكون مريض يصومش يكون فقير يعطيش الزكاه يكون ما عندوش الامكانيه يمشيش للحج شحال مره يكون عنده جوج يقول لك اركان الاسلام خمسه خصك تامن بها كامله ولكن اللي غتكون انت واقف عليها وكتعمل بها انت كمسلم ما تقدر تكون عندك جوج هي الشهاده والصلاه راه كاين الناس ما كيصوموش رمضان وفقراء ما فحالهمش ما عندهم ما يعطي من المال ما قادرش يمشي للحج ولكن يقول لك رغم ان اركان المسلم يقدروا يكونوا غير جوج واركان الاسلام خصك تامن بها خمسه واجب عليك ان تحب ها لاخيك ما تحب لنفسك يقول لك هنا شرط عليك يا هو دخلك هذا الامام هذا الفقيه هذا العالم رحمه الله دخلنا المؤمنون حقا شكون هما المؤمنون حقا هاد العلاقه مع العجله الله تخليت يقول لنا خلق الانسان من عجل علاش عطانا هنا فكره على الزمان يدبر الامر من السماء الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون غتلقاو فرعون استعبد العباد غيكون ربهم قالك لأن المخلوق هنا من غير المؤمنين حقا من غير العارفين تيبغي ياخذ بلاصة الله قدام العباد راه هو أصل الجنون تيبغي بلاصة ربي تيشد السلطة وتيبغي يشد ماشي السلطة تيبغي يدخل لك في أفكارك يدخل لك في النية ديالك يدخل لك في العاطفة ديالك خصو يتأكد منها شغلك شنو سيدي واش كنحبك ولا ما كنحبك أنا خدام معاك وثني عليك أش تبحث تقلب فيا وكتلقى واحد كيدير جواسيس سويت هذا قلبوا لي نيتو كيفاش نيتك واش أنا كنخدم معاك كنتخون خدمتي خلصني خمشي في حالي إذا لاحظتي هادو ناس من فملي جا الاسلام الناس المسلمين بعدوا من النقاط هذه بعدوا منها تقاش دابا شي مسلم حر ولو في حتى مسلميت ما يقدرش يستعبد الناس كي 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 يخاف منها لان كتعرف ما تيبغيش يدخل يفهم ويعرف خواطر الناس لان كيخاف منها تعرف ولكن علاش يقلب شي غتلقى كيدير العجله علاش راه ماشي خطا منه في الانسان العجله ماشي خطا لانه بغى يقلد الله سبحانه وتعالى لان الله تيقول لنا الارض والسماء كانتا رتقا ففتقناهما السؤال شحال الوقت بالنسبه لربي في هذيك اللحظه وبالنسبه لنا حنا الانسان علاش نحسبنا هذيك اللحظه الزمن الادمي راه ملايين 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 السنين بالنسبه لسيدي ربي راه ديك الساعه هذيك اللحظه هذيك ما نقدروش نحسبوها في الوقت ما عندناش وقت عندهاش وقت ما نقدروش نقولوا ليها ان ديزيام ولا ان شي حاجه ديال السكون ما نقدروش نحسبوها الي اوغتون خارج الوقت العجله هي تلقى واحد الام ولا واحد الاب
ولدهم ديال 3 سنين بغى يهضر بالزربه. علاش؟ لان كاع قراينو هضروا، وكتلقى الام وجهها اصفر ميتة، وهز داك الدري وكتدور به من طبيلته، والدري راه كيلعب تياكل كينعس تيسمعك تيفهمك ما كيهضرش، يقول لك كلمات ثلاثه. تخيل صبحات مرض، وقاش نقول ولدي ديال 3 سنين ولا بنتي مريض، وانا تعيط له ما كيسمعكش، ودنو تسمع ملي كطيل الموسيقى راه كيغني معاك، ولكن تعيط له ما كيردش عليك. ملي كتكون حاضر كيشوفك بحال اللي انت غايب، بحال اللي كاع ما كاين. ملي كتكون الاشياء ديال النظافه عنده بحال ملي كتقول له شي حاجه راه سخونه كتحرق وتيتلح عليها ويخشف فمو حال يعرفها كتحرق. شي هنا هادو مؤشرات كبيره بانه راه كاين شي حاجه معياش. اما واحد الوليد كتعطيه الخبز كيشدو كياكلو، كتقول له هادي سخونه هي خلاتها كتبرد، ولكن ما تيهضر، يقول لك كلمه جوج ثلاثه. عوض ما تقول انت اش من معنى اللي عطيتي المعنى ديال الدري من حيث الكلام، ما بغيتيش تفهم انت المعنى، جعلتي من الكلام كاداه من الادوات خصو يتناولها، بحال الصباط بحال السروال بحال القبيجات، اداه من الادوات. انا سليمون وصلنا للاداه المعنويه اللغويه، وقلنا له حل فمك ودوي. قال لك هو راه هذه الاداه المعنويه راه ماشي بحال الصباط، الصباط راه كنمدرج ليها امي كنلبسو، السروال عا كنهز رجليا با كنلبسو. هذا المعنى راني ما فهمتش علاش بغيتوني نهضر اصلا، حيت راه بان ليا في هضرتكم ما كتفهموش انتوما بعضياتكم، راه بان ليا في كلامكم ما عنده معنى، فما فهمتش انا غادي نهضر واحد الحاجه ما عندها معنى، ما عندها ذوق ما بغيتهاش. هو طفل ما لقاش كيفاش يوصل لك. نطي انت بغيتي في عرفه هو البسيط، وفي جهلك العميق بغيتي الجهل العميق يغلب على الفطره على الحنفيه. انتوما كيتزادوا حنفاء، عندهم الحنفية هما. الحنفية عند المصريين الروبيني، حلو يخرج الماء. إلا حليتي الروبيني ما خرجش الماء معناتها راه مقطوع. معناتها راه كاين شي صخرة لهيه. إذا شنو قلنا؟ الضغط النفسي، العجلة، طلب الأشياء من دون معنى صالح مهما كان الشيء صحيح، الكد الدائم والمستمر، البنية الحربية حتى كيصبح الإنسان أسلوب الإرادة. وعندنا هاد الاشياء تتلف العقل. لقيت اللي كتجي الانسان عايش هاد الربعه وبعد حاجه خارج السبع اللي قلت لكم عليه، خارج تجيه واحد الهزه مثلا، طلق ومرته ولا ليسونسيه الشركه، ولا يدير له حكم بالاخراج من البيت اللي باهم كان كاريه وما كانش كياخذ تواصل، ولا كتلقى بنادم يدير لك هذاك رد الفعل ديال تيق حوايج، وتنقولوا حق حماق. من غير هذوك السبعه هذا ماشي حماق، هذا كان كيلعب اشياء ما خصوش يلعب قواعدها وقوانين. مرحبا. اذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 46 72 50 51 و 52 من خلال برنامج بكل وضوح. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال بكل وضوح، وغادي ناخذ اول مكالمه معنا محمد من خنيفره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله محمد. مرحبا سيدي. سي دكتور واختي معاك. مرحبا سي محمد لاباس عليك. الله يودي الليل الليل. الله يكبر بك. لا اله الا الله. انا من واخا خنيفره، الاصل ديالي من مدينه الريفان. بخير. وعندي العائله ديالي من الشرفاء العلويين. الله اكبر. وانت الحمد لله راه من تهضر على المحبه ديال الشرفاء والمحبه ديال البيت، راه الحمد لله انت واحد منهم. الله يكبر بك. لان الاسم العائلي العلوي كاين ولاد عمتي حتى هما نفس الاسم العائلي حتى هما من الشرفاء. الله يكبر بك. الله يكبر. وتنبغي نحييك على المحبه ديال البيت. ونسالوك الدعاء الشريف. البركه ديالهم تروح لعندك. يا ربي امين، نسالوكم الدعاء ديالكم، نسالوكم الدعاء. وبالنصائح ديالك الحمد لله هما اللي تروح لعندك في هذا العلم. بارك الله فيك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. مرحبا. وانا انسان متواضع مواد غذائيه، عايش بالبركه ديال الله. الله. الوالده ديالي الوالد المتوفى الله يرحمه. الله الله الله. وبخير وعلى خير الحمد لله، وعايشين غير بالبركه ديال الصالحين. شوف اسيدي الله يكثر البركه على الحركه. يا ربي يا ربي بارك الله فيك. حيت راه اللي عنده البركه راه عنده النفس مطمئنه. واللي عنده الرواج بلا بركه راه عنده العافيه شعلافه. الله يطول لي عمرك بارك الله فيك. مرحبا. الله يجازيك خير. مرحبا سيدي محمد. مرحبا خويا بارك الله فيك. تحيتنا لك محمد، شكرا لتواصلك معنا. وغادي ناخذ ناديه من الدار البيضاء. الو.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ دريبي. مرحبا ناديه. استاذ دريبي عندي واحد المشكل كبير صايبه فيه. شحال في عمرك ياك والو بال؟ عندي دابا 30 عام. مزوجه مازال؟ عندي مزوجه وعندي جوج وليدات. شحال في عمرهم؟ عندي بني ليا عندها 6 سنين وليد عنده عام. ياك والو بال شنو المشكل؟ انا دابا غضبت تخدمت انا وراجلي وجيت للدار والديا. بقاو لي مشاكل بزاف، مساكنه مع مو مشكل ديال هذيك المطاسه، مشكل ديال مع الراجل ما كيديهاش فيا، مشكل بزاف المشاكل. ما صبرت ملي عييت وخرجت جيت غضبت. هو صافي قالك ما بقاش، حيتاش بابا اللي جداني قالك باباك علاش يجي يديك بلا ما يعيط لي انا في التليفون، ما بقاش بغى يجي يدير حل. ودابا صافي حنا تقريبا وصلنا، كنظن اننا وصلنا على باب الطلاق. حول الله لا اله الا الله. ايه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. صبري 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 الدريويشة، صبري صبري صبري. انا عارفة راسي داير اخطاء كثيرة. بحالاش؟ اش من اخطاء كتظني درتي؟ يسرت اكثر من القياس قبل من الزواج. ويسرت بزاف من بعد الزواج وسكت على الظلم. ولكن انا سمعت واحد النهار ملي قلت هي اللي ظالم واللي نفسي راه خصو، انا حاولت نتحرك قلت على الاقل ما نكونش غير ما نبقاش ظالمه لنفسي. دابا وليت خايفه منكم ظلم دوك الاولاد. لا لا لا، شوف شوف يا بنتي الله يرضي عليك، شوف شتي الظالم لنفسه هو اللي كيتجاهل السؤال. انت يا بنتي راك تطرح السؤال. شتي الظالم ظالم لنفسه الحقيقي يقول لك انا ما داير والو. انت شوف كبدتك كي تترفرف وشوف نفسك كيفاش رقيقه وتطرحي السؤال. حيت انا غرضي هو نجعل المغاربه يتساءلوا في الخير وفي المكروه. ملي يكونوا تكونوا المغاربه فرحانين نخدموا السؤال، نقولوا واش حنا ثابتين قدام هذا الخير ولا ما ثابتينش. وملي يكون المكروه نقولوا ها هي واش حنا ثابتين، حيت كاين اللي جيعان كيبدا يعاير السعال. واحد كيوقف عليك في الضو الاحمر وانت يا فيك الجوع عندك فلوس تبقى تعيط تقول بعد مني، ما خصكش تعايرو. جاي انت خصك تثبت في المكروه. وواحد مرفح عادي ويلوح الفلوس، وعنده خوه ولا عنده اختو ولا عنده مو محتاجه داك الفلوس، وهو يا ودي في المقربين اولى. اذا حنا دائما كنجعلوا المستمع يكون في التساؤل في الخير وفي المكروه. هذاك اللي ما تيتساءلش في الخير وفي المكروه هذاك هو ظالم لنفسه. كتقول له اسيدي انت راك اسيدي اش درت؟ انا خدام عليها، لا شتا عامره، دارها مفرشه، اش بغات عندي؟ ظالمه. لا سي، ماشي غا حيت امرتي الثلاجه ودرتي الفراش هذاك هو المقصود. المقصود المعنى. كاين الماده اللي هو الواقع وكاين المعنى. اش من معنى انت عايش به؟ وهذيك الشريفيه معاك تقوت من المعنى اللي عندك. حيت دابا خصنا ما نكونوش في التناقض، ما نكونوش حمقين. إلا كنا في التناقض غادي نصنعوا الحمق. وكتلقى راجل تيقول مرتو قابلي وليداتك أنا نكون بيك. راه بإمكانها تخرج تخدم وتسلك راسها. وتيقول وما لقيناش خدام نتقابل الدراري. وما عنديش أمي ولا أختي ولا عمتي ولا جدات تكون حدايا تعاون الدراري. وحصلنا في الدراري وليداتنا عزيزين. الله يخليك أشتري فيا لا ما نضحي. أنا نكون بيك. ما معناها تكون بها؟ واش تكون بها غير في الفراش الماكله ولا تكون بها حتى في المعنى؟ والمعنى اللي ما تختاروش هي معاك، اش من معنى؟ اش من معنى ما تختار اللي المعني بالامر ما يختارش هو المعنى؟ راه المعني بالامر هو اللي تيختار المعنى معاك. العلاقات وانت كتشوف القدر ديال المعنى. ملي كتقول لك انا مثلا كان سالي خدمتي ديال الدار والدراري ما كيجيو للمدرسه حتى الخمسه وبغيت نخرج نمشي مع صحاباتي، الا ما تخرجيش. شنو معناتها الا ما تخرجيش؟ إلا حنا في واحد المجتمع همجي نعرفوه، إلا حنا في واحد المجتمع فاسد نعرفوه، إلا حنا في واحد المجتمع صالح نعرفوه. ولا اللي في خباري راه المغرب والمغاربة مجتمع صالح. عندنا الطوب والحجر ولكن مجتمعنا صالح. إذا ملي كتقول المحصنة، وأنا راك عقلتي من النهار اللي بديت لالا برامج معاك، قلت كيف يعقل أن الأب يصرفق بنته اللي دخلت مع 6 العشية ولا 7
وملي سيفت تقرا في باريس ويعيط ليها مع العشره ويلقاها كتعشى في ريستورون وكيدعي معاها. علاش كيقول لك هذيك البلاد احسن من هادي؟ احشمت نسبك، لا احشمت مراعاه المغاربه ما نسبك. علاش هذيك البلاد احسن من هادي؟ علاش؟ حيت مواليها سهروا وتعبوا باش الشارع يبقى محترم، وعمروا الشارع وعمروا الزنقه وعمروا الحومه وجعلوه من الشوارع ديالهم ومن زنقتهم من حومتهم بحال الدار. ملي حنا دائما كنلوحوا الزبل برا، ملي انت كتشوف مرتك ولا خدامتك تتسيق البالكون تصيفط الوسخ لبرا، ملي انت غادي في الطونوبيل اللي شاريها غير كريدي ماشي تا ديالك ومفطح بنضادرك وحال من خارك، اي حوا مع حا اي حوا مني فطويل، واخا ما تيقولوش غير وني فطويل تيقولوا حاجه اخرى. انا نيفتك حيت ما عندكش الانافه، وتحل الشرجم وتلوح الزبل برا. صبحات كلمه برا كتعني الوسخ وكتعني الزبل وكتعني النفايات، وعند الصالحين ما عمر الشارع وما عمر برا ما كان كيعني الزبل. حشومه تبقاو مازال كتبنيو في 2017 والتيوم خارجينو من البالكو وتتسيقوا بالكراطه. يا الخدامه يا مولات الدار حشومه عليكم، حشومه انك تكون غادي في سيارتك اللي ماشي ديالك شارين ديالك غا سيادك وتتحل الشرجم وتلوح للشارع الزبل. حشومه انك تتعامل مع الشارع، شوف 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 الزنقه كي باقا ما كنحترموهاش. ملي كتشوف مدارس عموميه باقي الحيوط ديالهم عامرين بالزجاج، نوريهم لكم هم حدانا هنا حدانا دابا دابا نخرج معاك نوريهم لك. ملي كتشوف الجرادي ديالنا عندهم السياج الحديد مقمقم، ملي كتشوف بعض المدارس اجنبيه وبعض الشركات مدوزه السلك الباربولي اللي مدير في الحرب باقي. ملي تنتكلموا على العنف الرمزي ما بغى حد يفهمو شنو هو العنف الرمزي. انا غنشرح لكم حتى مغربيت باش تفهموها. واحد داوي معاك وواحد جات تنخيمه ويتنخم في وجهك، ماشي في وجهك في دبلك في وجهك، دار وانت داوي معاك تقول له عافاك استي الله يخليك راك بغينا نخلصوا شي دين على 4 نوات ودار بلبل كيشرح لك بالمعنى ما باغيش يسمعك وما تتساوي والو بحالك بحالك تنخيمه. هذاك هو العنف الرمزي، ما سبك معايرك ودار حداك واحد الحركه خشينه بحال انت داوي مع واحد هو خاشي صبعه في منخرو باغي يوصل للمخ يدير له مساج، ما لقيتي فوقاش تنظف مخك تداوي معاك حنا، عاد كتخشي داك الصبع عندك في داك النيف عندك وخدام تجبد مخك. سير اخويا نسد عليك في شي قنت وجبده. اذا ملي شي واحد غيديرها معنا غادي نهزو ندورو حنا المغاربه وجهنا ما كيعرفش. كذلك واحد كيدوي معاك وفمو فيه الدغمه وكيهضر وكيحل فمو تيمضغ خيب بحال داك فرس البحر. تخيل تداوي معاه وجعف جعف جعف تخيل بيطونيير خدامه كتبالعكسي تما. اش من ادب؟ حال واحد جات تفويها وحل فمو قدامه وعا كان شي فم زين بعدا تدخل واحد فمو كاع مخرب الروايح خرجت ما تعطعط. اذا هذا عنف رمزي. اذا المعنى ملي كنحيدوه من الحياه الزوجيه كنمارسو عنف رمزي بالازواج، ما بقيناش ملي عندك وتسحبوا والدينا وجدودنا راه كانوا على الحقيقه، راه ما كانوش في الحقيقه، راه كانوا مضحيين. ما معنى مضحيين؟ هي المرأة كتعطي بالزولة لولدها وتيعضها وتيفلح لها بالزولة وغدا غتعطيها له. علاش؟ لأنها ما قدراتش تحبس وما يعضش، ما عرفاتش كيفاش تحبس وما يعضش، فلح لها بالزولة كتسيل بالدم وكتعطف عليه، كتضحي. ملي كتفيق المرأة 4 نوات و5 راه ماشي حيت ما باغاش تنعس، راه حيت كتضحي بنعاسها. هذاك الشيء هذاك الضحي شكون اللي كيضحي؟ كيضحي اللي كيحبك بلا حساب. دابا حنا في واحد الجيل من الثمانينات التسعينات الفوق جيل صبح تيفهم وصبح كيضحي بالعبار، ما كيضحيش بحال والدينا كانوا كيضحيو مساكن بعينيهم مسدودين. ولا تيقول لك علاش نضحي معاك؟ علاش؟ علاش انت كطالبني نضحي؟ علاش؟ كيسائلوا المسؤول الاداري السياسي كلشي والديهم علاش؟ اش بغيتي نضحي؟ علاش؟ فملي كتشرح له علاش وتقنعوا يا ازرك ولا يدخل فيك. اذا هذا جيل فيه الخير لان فيه العدل فيه الصدق. هاد البنات دابا علاش كنسولهم على عمرهم 30 عام؟ راه بنت هاد الجيل بغات تضحي وتعرف علاش.
ايها هي مقابله الولاد، هي ولدات جوج، الله اعلم بالاسباب. اذا خص يجي عند مرته يقول لها شري فيا قبل ما تكون ازمه، واش قادر على مي؟ واش قادر على هاد الظرفيه اللي عايشه فيها؟ ماشي حتى نجعلوا طرفين. هذا هو داك البونسي بيبولير. انا قلت لكم كاين واحد البنيه فكريه فيها قطبين، صحيح خطا، حلال حرام، هذه ملي كنوصلوا لصيغه الحد، ما في صيغه الحكمه ما فيها ثمانيه، فيها الحق والحقيقه، العدل العداله، فهم العلم، العمل المعامله، فيها ثمانيه د الوجهات، وانت كتحركهم هما كيعطوك وجهات اخرين. عندك تحب ثمانيه محدوده، ثمانيه محدوداش، انت كتحرك وما كيتحركوا معاك. اما ملي كنبغيو نقطعوا نحسموا كنطلعوا صحيح خطا حلال حرام، كنطلعوا الفوق. داكشي علاش هي قالت لك انا حسيت انها يبدي يسرت لشي امور، ربما مثلا يعني اي وحده مثلا غيقول لها راه غد هالامور مثلا هالوضعيه، اي وحده كتقول لك انا راه نقدر، لا ربما نقدر، ولكن ملي كيدخل يعني المعمعة ديال الحياه الزوجيه كتكون الامور يعني بشكل اخر. شتي انا ملي قالت خايفه تكون ظالمه لنفسها، هذه امراه صالح، لان اللي عنده الضمير اللي عنده الاحساس بالذنب هذا راه فيه الانسانيه. شنو فين خصني نقول للبنات اللي باقي ما والدينش؟ ردوا البال، ما تحطوش راسكم في مأزق. المأزق هو واحد الطريق كتدخلك وما كتخرجكش، شي بحال كتكون كتسارى في شي حومه في الدرميده، عرفوا ذاك الكيوت ساك، تدخل واحد الزنقه كتبغي على اساس تلقى شي زنقه، من تخرج كتلقى الديور سادين، خصك دير دوميتو، هذا هو المأزق. ما خصكمش تحطوا راسكم في المأزق. المأزق هو من 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 ما نثقش بتعريف الاخر بنفسه على اساس كابابل. سيدي باش ما تلقاش واحد واكل ممرض عنده شاد فلوس راه سوبرمان، تيعرف لك نفسه كابابل، تشوفه بعدا واقف صدر مبندر بحال هكا، وتيهضر معاك عيونهم مفتوحين ونيفهم بلق، وكيهضر معاك بالتاكيد تيقول لك شوف اسيدي انا كذا كذا، هذا كيعرف نفسه على اساس قادر، ماشي عبد القادر، قادر. دابا غنشوفوه ما عندوش فلوس، مريض، بوه مات، الشركه سدات، وشوفوا ما يبقى سدر البندر غيولي ملاوي لاوي، شي بحال داك الشريط ديال الشريحه، او شدي الوحي واش غيوقف؟ كيلوى تيولي لاوي. ثم هذاك الصيغه التاكيد اللي كتعدو كتولي كلها رجفه، تيجي رجفه اخويا وليدات اخويا، وين انت فيكتي فيها حقيقتك دابا؟ واش ملي كنتي سدر مبندر واكل وعندك الفلوس شويه في جيبك وعندك خدمه كنتي فين هي حقيقتك؟ واش هادي ولا هادي؟ شتي خصك ملي تكون سدر مبندر وقوي تما تشك بان ماشي حقيقة، تما تقول راه ما انا صحيح بحال هكا واقف هكا راه حيتعدي المقومات. اش ما كيتسماو المقومات؟ كيقوموك تيوقفوك بحال داك القصب اللي كنهزو به مطيشه، الفلاح راه كيعرفوا مطيشه ما عندهاش العظم، ما عندهاش العود، جيلاتينوز النسا ديالها دايره بحال شي الغ، يعني الا ما درتيش ليها القصب الفاكهه ديالها تفرشخها، فتيوقفوها شي هذاك هو الاشياء اللي هو القوام، اشياء تقيمك كتعطيك القوامه. اذا شتي راه بلا قوامه راه والله تتنهار. اذا هنا خص البنت ملي يجي يخطبها السيد وتجي مو ويجي باه، ما تثقوش 100% وما تشكوش 100%، قولوا راه هادشي قدامنا راه حيت كاين القوام، او تحيد لك القوام. اش دير؟ راه بحال الطونوبيل بلا بنوات، تكون اي ماركه في العالم بلا بنوات عباد الله تمشي شي طونوبيل، وخذ الماركات اللي على بالك في مخك كاع، لابد ما خاص هذوك الجلدات الكحلين لاصقين تم الفوخين باش تمشي الطونوبيل. اذا واحد الوقيته ما كنبقاش نشوفوا المحرك ونشوفوا داك الكرسي ديال الكوير ونشوفوا كل ما واش عدل البنوات، وتخيل تكون عندك عشي قريقيزه وعدل البنوات، وعندك وحده فاخره ما عندهاش بنوات غتركب في القريقيزه اللي عدل البنوات لان غترولي بك. اذا هنا خصنا نفقهوا بناتنا باش ينظروا بواحد العين وحده اخرى. هاد السيد اللي جاي تيخطب اليوم امه وكتقول لينا كذا وكذا وكذا، غنظر له انا واحد العين فافه، لقيتيش خدام. امك قالت لك لا ولدي انا تسكنوا معايا ولا والو، ولم مسكينه مريضه بالعصب ولا مريضه بشي حاجه ولا احسن عوانها
ما تطوقش تشوف حداها الحركه. نعرف انا شي امهات شتيها كي تحطوا الماء يمكن توصلوا شتي راه بحال النمل مع السكر، لو حسن يدز يتجمع النمل، وكاين عيالات وتقرقى بحداها الموعد باقي نقيين يغسلوا مخا نقيين، عندهم في دمهم الميناج، دمهم تربى ولات مسكينه بحال شي بحال شي داك ديال ديال كنقول لك بالصيد احترامي للعيالات، ولات مروديه ولات اطلق. تخيل تنوض عاد تكا في واحد السداري بقى المانطا نقيه يبداو يغسلوا فيها، تخيل مانطا نقيه هزيتي منديله حليتي حليتي صبنوه حليتي البلاكار مشاو غسلوا البلاكار حليتي تخيل مريقلين على المينا. اذا دابا هاد الام هادي ملي انا غنكبر مع امي بحالك وغتكبر امي وغدير 70 وغدير 75 وغدير 60 وغدير 65 وغدير وغنبغي نرحم ضعف امي، نعيا ما نقول لها امي ما تجمعيش راه غتجمع لان مريقله هي، هي ما كتعرف والو، هي خصها توكل خصها تطيب وخصها تشوفك شبعان باش ترضى على نفسها لان عرفوا لها الهويه ديالها تما. اذا دابا هذا اللي غيمشي يجيب واحد شابه ويجيب حدا واحد امه اللي مريقله بحال ديك المكنه معمره معمره عاد كمسلسل شنو غيدير؟ غادي يفقه امه عاوتاني غيمشي غادي يبغي يصبر مرتو الدريه البنت بنت الجيل الصغير هذا اللي حاضر بغيت تخرج تشري القهوه بغيت تخرج تسارى في المارشي بغيت تمشي تسارى في البارك بغيت تبغي تعيش من حقها ما عايشينش حنا في بلاد فيه الحرب ولا المشاكل عندنا تحديات بحال جميع الشعوب وعندنا الخير باغا تعيش في بلادها مامنه كبره مع امها وباها ناس دراويش وكانوا كيخرجوها شويه تتولي باغا تحك سنانها خصها تستأذنها الا سوكات ما كيدايرها في وجهك السواكه ولي الا سوكات ما ندير الا بغات تعكر ما كيدايرها في وجهك العكر الا بغات تضحك مالك كتضحكي الا طلعت من الشرجم تمشي من الهوا ما طلعش من الشرجم ولا بغات دير شي حاجه خرجي مع امي ومالينا بزاف نبغي امك انا نوقر امك هي ما نبغيهاش من حقي ما نبغيش ماشي معنيتها اللي ما كيبغيش راه كيكره ماشي معنيتها راه كاين اللي ما كيحبكش ما كيكرهكش من حقي ما نبغيش انا نسيبتي ولكن موقر نسيبتي من حقي ما نبغيش نسيبي ولكن موقر نسيبي اش داني انا ندخل قلبي هو مخوفش وبنته غزاله ولا هي مخوفشه وولدها غزال انا داك الدري عجبني امو مخوفشه كلامها كيجرح صورتها قبيحه موقرها ما نحبهاش ولا كتلقى الدري شاده الكبرياء والانافه خاصك تحبي لي امي يا سيدي اش دخلني نحبها نوقرها ما نسبها ما نعايرها نعطيها الصواب نعطيها الادب اش قلت لك اش دخلك لقلبي اش في ليا في قلبي اش دخلك حتى تيولي بنادم فارض عليك العقيده حيت العقيده شنو هي تؤمن الايمان راه مقرون بالمحبه على هما المسلمين حبوا الله بلا ما يحبوا سيدنا رسول الله راه حبوا سيدنا رسول الله عاد حبوا الله ما كيعرفوش هما الله كاع ما كيشوفوش ولكن بالخلق ديالو اللي قال له الله انك لعلى خلق عظيم اداوه سبوه خداو له عذبوا له صحابه وقتلوا له صحابه وتكرفسوا علوهم محنوهم وسامح ليهم ودعا مع ولادهم الوكواك عباد الله ما عمرهم شافوا بحالو في العرب العرب راه الا ما خداش الثار ديالو راه كيتسمى جبان كان واجب عليك في القبائل العربيه تثار لخوك ولا تثار ولد عمك ولا تثار الشرف ديالك خصك تقتل الاخر ويس جي قال لهم لا وسامح كريم ان الله يحب المحسنين صح باش نسامحوا تسامحوا تسامحوا لا فين كيعرفوا يسامحوا مرة والله يشد لك الثار يورثوا لولده يقول لولده انا شرافت وليدي انا غنموت والدم ديال ولد خويا في رقبتك والدري ورث من باه الثار ويبقى جارو معاه ثلاثه الجينيراسيون تيطحنوا الجينيراسيون الرابعه بسببها الجينيراسيون الاولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال محبس حبس علاش هما استنوا الاشهر الحرم علاش حتى ولو انهم سنوهم داروا لهم واحد الحساب كيزيدوا ونقصوا على حساب
واش واجد الغله عند هذوك ولا ما وجدهاش؟ الا قالوا عند الخاص نتاعهم واجد الغله كينقصوا الحساب باش يدخلوا فيهم طول العرض. جا هو قال لهم هذاك راه كفر زيد اللي قاس في اشهر الحروب. اذا هنا انت عارف اختي درويشه الله ينجيك تكوني ظالمه لنفسك. هذاك المتعنيت اللي حطيت له انا هذاك الكيرسور، هذاك المتعنيت اللي كتقول لك المراه وانا كنصلي وشاد حق الله ما داير والو هو الظالم. لا 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 شكي شكي، لا ما لقيتيش في الظاهر قلبي في الباطن، ما لقيتيش في السلوك في المعامله ديالك حتى شي حاجه خبيثه، دوزي لقلبك دوزي لنفسك. شوف المهم غتلقاي غتلقاي هاد الدرويشه ما تلوميش نفسك. دابا هنا خصك بنتي الحيله، دونك علاش فاصل واخا استاذ؟ لا ما كاينش فاصل ولكن مع الحيله. دابا التصرف ديال الاب ديال ناديه هو انه يعني التصرف ديال كي اي اب يعني استنجدت به بنته برا عندي مشكل مع الزوج ديالي اجي ديني. الزوج ما تقبلش مثلا هذا الامر، دابا تطورت الامور وهي باينه باغي ترجع، ولكن يعني بحاجه اللي هي كيفاش دابا واش الاب ممكن انه مثلا يتواصل مع الزوج يصلحوا الامور ولا كل واحد ما غاديش يرضى؟ انا شخصيا نسيبي في مقام الوالي ونسيبتي في مقام مي شي دابا نمشي للدار عندي وبلا خباري نلقى نسيبي داز للدار ودا بنتو ودا ولادي راه مقام بحال اللي باي مشى. دابا تخيل دابا انا با الله يرحمك وكان باقي حي وغيجي وغادي يقول للسيده عندي يلاه جمعوا حوايجكم وغادي نعيط للمامون غير حق علينا، غادي نتقلق من الوالد نقول له باش درتي؟ هذه الا كانت الامور عادي ولكن الا كانوا مثلا مخاصمين شتي مخاصمين شكون المغاربه تيقول واحد الدعوه تيقول الله يوطن ليك. واش واحد يتزوج تيقول المغاربه الله يوطن ليك؟ ما معنى الله يوطن ليك؟ هي انت عندك عود ملي مشيتي خطبتي واش عودك ضفتيه للغابه ديال الناس ولا قلعتي هذاك العود ضفتيه للغابه ديالك؟ اش كنديروا راه كنلاقيو غابه وغابه، تمشي انت بعودك طالب راغب في بنت الناس عندها باها امها عمامها خوالها جدها جدات. اول حاجه كتحتضنك العائله، عائله النساء كيحتضنوك، تلقى واحد من العائله ما باغيكش وجوج من عائلتها تيدافعوا عليك وتيبركوا ويشربوا كاس داتا وتيبدا يقولوا واش نعطيو بنتنا لفلان، وكيقول خالها لا سيدي انا عندي واحد احسن منه ذاك راه كبر منها، انا عندي واحد قريب لها في العمر والبنت انا مربيها بيدي انا عندي حقي في الكلمه. تيبداو يتداولوا شنو لقيتي اللي تيوافقوا، وكتجيك انت ديك الموافقه وانت جالس كتعرك في واحد القهوه وكتصيفط لك اس ام اس تقول لك راه وافقوا قول المرين الدار يجيو. شتي كتجي عند العائله، وملي كنديروا العرس كنديروه للعائله، وملي كيتزاد اسبوع كنحتفلوا بالعائله. شتي هنا يا اما نظره بروتوكوليه يا اما نظره جوهريه. البروتوكوليه هي الحرمه والعصمه عند الراجل، هذا هو الفكر الذكوري، وخاص تحترم مني انا هو دابا ما بقاتش تحت العصمه ديالك وليت انا تحت العصمه. هذا هو اللي قلت لكم كنواجهوا طاعه بطاعه، تخيل كنواجهوا طاعه بطاعه، ما عمر ما كنواجهوا طاعه بطاعه، شي طاعه كنواجهوها بالخضوع. لك انت مؤمن جا مثلا جا نسيب يعني الدار قال لي اسمح لي المام الله يرضي عليك وكذا وكذا، شتي نقدر نواجهه ب ب ب ب ب حاجه اخرى نقول له راك في داري ما تشعي صوت انا راني راجل، شتي نقدر عندي من حق، ولكن الا مشيت قريتها ما كنواجهوش طاعه بطاعه، كنخص نواجهها بالخضوع. كنقول له واخا نعم اسي غلط وانت عشاو دابا شي غيخرج نسيبي من الدار يقول لمرتو الله يرضي عليه غوت له في ظهره وهزيت صوتي في ظهره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك الرجل ما تيتاممش في داره، شي صلاه بغيت تصلي في دار شي راجل هو 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 هو, هو الامام ديال الصلاه في داره، ما يمكنش انت تجي مع ذلك لا قدمك مع ذلك قال لك تقدم نعم اسي، ما كيتاممش الرجل في داره. ولكن ما معنيتهاش بان ولو تعطات لي انا العصمه في داري من باب الرحمه ومن باب الفهم ومن باب الرقه انني نخضع من اللي يجي هو يغوت عليا باش يربحني مرضي. ما فهمهاش. مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات معنويين اخبار نهايه اليوم رفقة جواد الطاهري. تفضل استاذ. الرجوله ما كنتمتوهاش في المراه والولاد. المجتمع ما قليل اللي فاهم فيه الامر. الراجل ما كيتبتش جهدو قوتو في مرتو ولا في ولادو حتى ولو يكونوا ظالمين، خصو يزيد في حالو. الراجل الحر ما كتكون مرتو ظالمه ولادو ظالمين ما يبقاش معاهم، هذاك هو احسن جواب، هو كيجمع حوايجو ويزيد في حالو. ما تضربها ما تضربهم ما تكرفس عليها ما تكرفس عليهم، ما تحرر المعيشه كاتبات ما تصبح كتجمع حوايجك وتزيد في حالك. تبات الرجوله في
في المراه علاش يجي باها؟ على انت النهار اللي مشيتي خديتيها منين خديتيها؟ منين خديتيها؟ خديتيها في قهوه جيتي خطبتي عند باها، وباها ملي 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 غتشوف ملي غيشوف بنته في العذاب عايزه تبكي، شنو بغيتي؟ خلاتها تنتحر؟ غادي يجي يتحرك يعيطوا عليه يقولوا بنتك راه طرات فيها وطرات فيها. عوض ما تسأل نفسك شنو اللي جعل هاد الاب هذا يتخلع ويشعل فيه العافيه، شنو السبب؟ سأل نفسك، قول هاد 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 السيد هذا اللي تخلع هاد الدرجه هادي وجا تيجري وهز بنته ياكلوا، بس اش درت؟ اش درت؟ يشوفهاش من هذيك الزاويه، ماشي نشوفها انا راه طاول ليا على السلطه، اش طاول لك؟ واش حنا ديما نقطعوها في كبتنا في الحمله؟ باها راه باك شريف غدا لما تيرا جدو من غير الزوم، شحال من واحد مات بسبب جدو باش طلبوا الدراري. ايوا انسان يوطن معناتها يدير الحلافه ما يديرش الاعداء، كثروا من صحابك كثروا من الحلافه ديالكم، باش غدا بعد غدا وقع شي مشكل هذوك الناس كيهزوا بولادك، ما تعرفش الدنيا دوار الزمان، راه تموت امهم ولا يموت باهم راه كيحضروا العائله، مالا غادي يتلاح في الخلا؟ على شنو اللي تبت المغرب واحد العدد من الدول العربيه من ويلات الازمه الماليه ديال 2008 والاقتصاديه ديال 2010؟ شنو هو؟ راه المؤازره ديال العائله، شحال من واحد راه دارت له شركه افلاس ولقى عائلته اللي هزوه، لقى نسابه اللي هزوه، على غادي يفوتك جد ولادك؟ راه جدهم، راه جدهم كتولي عائله وحده. انا عندي ولدي مسمي على نسيبي، علاش نسيبي عز عليا؟ فملي تايد شوف ولدي راه ما كيبقاش عاقل عليا انا كاع، والله ما كنبقى نبان له، كيبقى ولدي ولدي ما تيقولش له، تيعيط له ولدي، حتى انت كتبقى مطمئن. وتخيل كنشوف دراعي عامر غدا الله اعلم انسان يمرض ولا يموت ولا كتلغى، تعرف الناس راه كاين الحميه، كاين الناس واقفين مع ولادك ضعاف صغار غيحميوهم لك، انت العقل ما كيبقاش انسان يفكر بعقله، كيفكر بالغريزه بوطو، انا راجل جا للدار دهن لي مرتي، واتاكو كان راجل المرات بغيت تمشي من عندك؟ غير ما تيقول كان شي مش كراه دار العرس، وكتي راجل مرتك غتبقى غادي نقولوا فيها الفشوش فيها كذا، ولكن ما غاتخويش الدار لو لقات عندك التانيت، احنا مراجعة النفس ما عندناش، عندنا تيركب فوق العود ظالم ولا مظلوم يركب فوق العود ويه السيف ويحاربك، اي تمشي بوها ضربوها نطلقوها ونجيبو وحده اخرى، ما معنى نجيبو وحده اخرى؟ معنيتها ما ربيتيش كبده، معنيتها قاسي القلب، والسروال تنولفوها عباد الله، سروال تدخل في العشيه كتقول للمريض دار سروالي فين هو؟ تخيل تقول لك راه طيحتو، قافك الحال مابقاش يقول لك ها سروالك، بنادم هذا مزوج وبيناتكم وليدات تتعانقوا حبيبات وحشتك شويه وتجي تطلق ماله ديناصور، حيت راه التمساح تياكل ولادو، يجي الجوع كيشدهم يفرس فيهم هو، اسولي سير شوفوا كاع الحيوانات يجيهم الجوع، الدبه يجي الجوع تاكل ولادها، لا بؤه ما لقات ما تصيد تاكل ولادها، الوحش كياكل ولادو، الله يجينا ونجيكم بلاد ما كياكلش كبتو، احنا ماشي كانيبال ما كناكلوش بعضنا البعض، احنا النميمه وشبهنا الله في القران بحال اللي كناكلوا لحم واحد من خوتنا ميت، تشمئزات القلوب ديال المسلمين اللي قراوها، ماشي كرهنا في النميمه، هذا واحد الفكر جاهلي باقي خدام، والدنا ووالديكم قرونا باش نكونوا احسن منهم في الفهم، كيفاش غادي ندير انا امي مرجعيه وبا مرجعيه؟ ما قراش اللي قريت، ما جالش اللي جلت، ما شافش اللي شفت، ما معنيتهاش انني غادي نمحيه، باقي با راه كان خدار ولا فلاح ولا نجار ولا بيع وشري ولا موظف بسيط، با هذاك والد ديالي، ولكن في الفهم في الفهم ما يمكنش، غادي نبقى ديما حاط با مرجعيه، هذا هو اللي قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي ما كنتجاوزوه ما كنتحداوه، اما باك غادي تفوتوا في العلم، العالم اللي قريتي على يده غتفوتوا في العلم، وخاصك تفوتوا الا كنتي بالصح من الرجال ديالو، كنتي بالصح من الرجال ديال باك خاصك تفوتوا في الفهم، وما 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 تعالاش علو بالفهم، تبقى تحت منه وهو عارفك تفهم اكثر منه في شي حوايج، دابا واش بلا رجع غادي يفهم في تريدينغ؟ غادي يفهم في الاوكوميرس؟ غادي يفهم با في الكلاود؟ غادي يفهم انا دابا جدي في هذا الشيء ديال اولورنين، تخيل نقول انا لجدي الاولورنين بقى يشوف فيا يقول لي اولدي شنو هذا عنانين، اذا غادي نجي انا عند جدي ونقول له واش جدي دابا خليتي هذيك البقعه وبغيت ندير الاولورنين،
ودابا واش نبيعو هذوك البقعه وندير ما غيفهمش الديفور يقول لي ولدي هذاك رزقهم سير ولدي خذو ما نعرف انا لا نانين انا والو خلي نمشي نجعلو يجتهد في موضوع ما عندوش قدره له عذبته محنته علاش بغينا دائما نديرو كبده هنا ونحرقو كبده هنا بغينا نكونوا فرحانين مع منا وبانا وبغينا نكونوا فرحانين مع مرتنا وولادنا واش ممكن الرجل المغربي اليوم يفهم بانه خصو يحمي هذا من هذا وهذا من هذا علاش سيدنا رسول الله قال من شاء استخرج العقوق من ابنه اش قال لك الا بغيتي تجعل ولدك عقلك راه يمكن لك توصل ليه راه كاين اللي مسخوط الوالدين وكاين اللي مسخوط الاولاد الا دابا كاع امواتكم وباواتكم على حق وحق اللي بعث سيدنا محمد ما على حق يا الله وخبك حاج بالحياه فيها 6 متر الطول بيضه وخمك عدا الشد فيه 6 متر وخبك يكون كيصلي الليل والنهار والله ما يكون على حق علاش لان اي بلاصه فيها قسوه القلب ما انتش على حق فوقاش انت كتكون على حق ملي كيشهد لك الناس انت على حق ما تشهدش الراس ملي تجي عندك عروستك وتشد لك يدك وانت نسيبها وتبوسها منها وتقول لك هلي خدك عليا الشريف والله الا رجل حر الله يا بنتي لا سيدي نصفتيني ولدك نصفتيني وتبتي ولدك عليا وكنت غالطه فيه وجعلتيه هو يكون غالط باش تخلي الشمال المجموع ملي يشهدوا لك الناس ملي تجي العروسه يالله داخله علاش بهذا ملي كيسمع الموسيقى كيجذب علاش ملي كنسمعوا لا اله الا الله كنجذبوا دابا نطلقوا واحد الجلاله ديال عيساوه ولا نجيبها لك من جهه مولاي عبد السلام وتشوف المغاربه يجي يكون مجبدو علاش كنجذبوا علاش لان الروح عروسه غريبه على اهلها دار العروس اللي هي الروح ديالي وديالكم الدار ديالها هي الفوق هي الملاء الاهل هي دارها هذيك هي ام ليها هنا راه غا مسلفه هنا راه وديعه نرى كيشد الروح ديالي وديالكم وتيسلفها يحطها لك كتسمى الهيبه هاك يحطها لك هاك تصرف فيها الوقيته اللي كتسمع هي ام كلثوم ولا كتسمع جاز ولا كتسمع هذاك راه غير المتشابه ديال الجلاله على المتشابه شي معنى كيجي كيشابه المعنى الاصلي ملي كتسمع المعنى الاصلي ملي كتسمع المعنى الاصلي تيبان لك بنادم ما بقى مريض ما بقى جيعان ما بقى يخاف ما بقى والو كيتهز السماء علاش لان عرفات هذاك هو الكلام ديال الدار ديالها هذه العروسه اذا تخيل ملي كتمشي تخطب انت مثلا واحد السيده من الشاون تخطبها من الصحراء تخطبها من طنجه وتجي تسكنها معاك في الدار البيضاء سهل عليها هي تخرج من دار باها اللي كبرات فيها شحال من عام وجايه مغربه باش خصك تعاملها كيفاش غتعاملها واش بحال دارهم وزياده ولا قل وشنو هي المعامله هي الخاطر وشنو هو الخاطر هي راحه الانسان وشنو هي راحته هي شوارو بغيتي الانسان يحبك تشاور معاه شوارو شاورو في نفسه قول له واش اخويا هذا الموضوع هذا الله يجازيك بخير انت قبل ما تزوج المراه عرفها بامك قول لها جيت تشوف امي ياش وانت عارف امك مجعاقه عارف امك فيها العيب عارف امك تتسمم عارف انت راه كبرتي مع امك هي راه ما كبراش مع امك حتى فتجي انت مزوق وجهك بهذاك الفون دو تان داكشي ديالكم الكريمه وتقاد تحسن وهذا وتجي امك حاجه مقاده اش من حاجه راه مجعوره المراه تا راه كبره مع الحربه توريها امها قول لها امي اجي امي اجي بركي شتي هاد امي هادي راه كتعاير شتي هاد امي راه كتغضب شتي هاد امي راه كتسب شتي هاد امي راه حنينه طيبه ولكن هاي دايره قدري عليها وامك غتقول لك اميتي والله الا مرحبا الا ما تمثليش الحاجه توري سمك توري عيبك كونوا صادقين في عيوبكم على ما المرايه كتخبي حبوبتك في مرايتك اللي كتشوفي المرايه كتوري حبوبتك للمرايه باش المرايه كتقول لك وديري الحمير والزريق ودرقي ايوا كيف تتوري حبوبتك للمرايه وريها لبنت الناس اللي جايه لعندك ديريش فيها انت يا زعما منيحه ودايره فيما يجي واحد يقول لي عندي حبابيه الامن واحد والله الا بكى مشى لقى بنت معلقه 7 سنين تعاود لي مسؤول امني قال لي والله ما قصد ندخل ندير المحضر قال لي بغيت نعرف شنو وقع في هذيك الدار قلت له قسوه القلب
يعاملوا الاطفال بحال الكبار. طفله بقى باغا تلعب. جاي دخلي تعلمي علاش تولي. تعلمي عادتي الديناصور عادتي تعلمي. اش بغيتي تعلمي فيها هي؟ باش بغيتي تعلموا فيها؟ حتى كيلقاو ولادهم عادي يبداو يبكيو. ماتت ليا والتيراكي ميت لك القلب ما حسيتيش بيها. علاش تبكي؟ بكي على راسك. لو كان القانون يعطينا تجريم العاطفة ندخلهم الحبس. الظلم قتل المسلمين. الظلم. والظلم الخفي أكثر من الظلم الظاهر. حنا مقابلين غير الظلم الظاهر. حشايشي نشدوه، شايك بدون رصيد نشدوه، اللي سارق العقار نشدوه، واللي طاحن الفؤاد والقلب في الناس هادو ترخيص. تنسولو محاكم قضاء الأسرة. شحال من طلاق خاوي خاوي. ولي سميتو لكم طلاق البلادة خاوي خاوي. كتلقى المرأة باغا الراجل وراجل باغا. سم لك بالله واحد القاضي واحد الحر جاب له ربي همزة حتى لعندو حتى لبين يدو قال لي يا ودي يا شريف أنا قال لي ماشي من هاد المدينة باش نسميها قال لي وتعينت فيها مغرب ما عندي حد عائلتي وصحابي وعائلتي قال لي بوحدي قال لي كاري بحال هذاك طايرة بقر قال لي على سقف الحيط وكان قلب باغي نتزوج قال لي نتزوج قال لي ونحكي يا خويا الزين قال لي واش تنبغي الزين قال لي تنقول يا ربي يا ربي بغيت شي امراه شي امراه قال لي تدخل عندي واحد الصقع الجلسه باغي يطلق مرته قال لي والله يا استاذ ملي هزيت عيني فيها تسطيت عليها الزين قال لي كتحمق قال لي امراه كامله مكموله في صوتها في جمالها في جسمها هويلي كنقول له اش درت لك هاد المراه ما باغيهاش كيعوج فمو تيقول له علاش ما باغيهاش وعمي ما بغاش حاجه قال لي وكنت لفت فمو قال لي تنقول الحاجه قال لي ما حاجه ما استحمص والو والو كبالة محروقه قال لي مشوطه تنقول لا 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 انت واش شتي البنت كي دايره لا سيدي لا ما بغيناها يا ولدي لا ما بغيناها قال لي وانا بقيت كنلاقي الخيوط زعما باش نصلح قال لي ويجي واحد القديم معاه قال له اش كدير انت قال له انت هادي خودها قال له ها قال له راه عجباتك قال له انت ما كتبقيش كتهضر في الجلسه قال له والله بصح عجبتني قال له حيد خليني نكمل على الميف دخل عنده قال له ما بغيتيهاش ما بغيتهاش طلق طلقوها منه دارت العده مشى خطبها راه عنده في الدار قال لي يا خويا قال لي عيش الجنه قلت له هذاك هو الصقوعيه قلت له عطاها له سيدي ربي نواره ولكن انت واش عمرك شتي شي حمار مع النوار اش كيدير له هاي علفوا العفس عليه ومن مجاحين غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا فاطمه الزهراء من الرشيديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام استاذ لاباس عليك مرحبا لاله عافاك انا بغيت نتشاور معك في واحد الامر خير تعطينا رايك خير شحال في عمرك عندي 20 عام بارك الله بارك الله عندي 20 عام وتزوجت في 2015 وطلقت يا ربي السلامه عاود سميتها فاطمه الزهراء من وجدك رشيديه رشيديه تزوجتي صغيره كنت كنقرا في اكستي وخرجت وفات شحال كان في عمرك فاش تزوجتي شحال كان في عمرك؟ 18 عام شنو السبب باش تزوجتي هكا صغيره؟ ايوا كنت كنقرا وكانوا كيجيو العائله بزاف وبقاو علاش علاش ما تزوجيش وهذه وبقى كتحكى هذوك الضغوطات النفسيه المهم ومن بعد قبلت فاش قبلت كل شيء داز الشهر فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء ما كاينش غير الضغوطات النفسية بنتي لا انت شوية فيك الفشوش وراسك قاصح انتم هاد الجيل هذا راه تنعرف منكم واحد النموذج اللي درتوها في راسكم طارت مازا توصلوا ليها وملي توصلوا ليها تحصلوا فيها تبداو تبكيو وانت الزواج بنتي راه ماشي صباط دايزة قدام واحد الفيترينة تلصقي على الصباط راه ماشي مشكلة درك في رجلك تلوحيه ايه ودابا 20 عام خارجه بهاد تفضل حبيبه شنو فاش نفيدك؟ دابا انا فاش دابا انا كنبغيت كنقرا دابا كنعاود من الاول وكنلقى راسي بحال 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 مرا كيتسد علي كيدير عليا صدري بطبيعه الحال واش المرايه المشقوقه بنتي ملي كنصلحوها كانت نشوف فيها وجهنا مقاد؟ لا ايوا شوفي مرايه مسقمه كانت عندك المرايه مسقمه هذا هو الفرق ما بين الذكي اللي كياخذ الموعظه من النصيحه واللي كيبغي يجرب باش ياخذ المعنى واش دابا ضروري تتحرق راسك باش تعرف العافيه كتحرق
لا. واش ضروري الانسان حتى يجرب السم ويموت غادي يعرفو كيقتل؟ لا. ما مشى الفوت. هنا دابا بنتي خصك تكوني انتي درس لهذوك البنات اللي كيضلوا في فيسبوك ويضلوا في تويتر ها حبي حبك حبي حبك حبي. خصك تدخلي مع الخط تقول لها ها صاحبتي راه حبي حبك راه غتخرج لك بستحمص. هنا عفا بنتي دابا خصك تسامحي نفسك وتاخذي درس من 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 تعنت ديالك. انسان علاش ما يصغرش راسه؟ والديك ولا احبابك ولا عائلتك واش كتضلوا تسمعوني نقول لكم تزوجوا اللي صالح لكم ماشي اللي باغيينه. ما معنى اللي صالح لكم؟ هو واحد طالب تيقرا بحالك موبه لاباس عليهم ومزوجين خوهم واختهم، يعني غتشوف الزواج ديالهم ناجح في اللي قدامهم وكتشوف موبه لاباس عليهم. ما معنى لاباس عليهم؟ يعني تزوجتي انت طالبه وهما لاباس عليهم غيديروا لك منحه وغادي تقول لهم هاد الشرط نكتبوه في الكاغط باش ما تسماش حمقه. تقول يا سيدي انا كنقبل، انا من الناس اللي كنشجع الزواج ديال الطلبه والطالبات، ولكن بشرط انه ما نطيحوش عليهم الثقل، انهم موباه يعاونوه وموباه يعاونوها. فعوض ما يمشيو يتصاحبوا ويمشيو يزنيو ويوليو محملين كروشهم هكاك، ها اللي غتلوحو، ها اللي غدير الاجهاض العشوائي، ها اللي غتمشي تحماق براسها. ما بغيناش حنا ولادنا يخطفوا حلالهم. ممكن ولادنا ما يخطفوش حلالهم، ممكن انهم ياكلوا حلالهم. حلالك هو الحاجه ممكن توصل لها ولكن بالتاطير نأطروا. البنت باغا تسوق ولكن كدوزو لبيرمي، ما عندهاش وقت بيرمي، واذا غتصبر تصبر تدير وقت البيرمي كدوزو. ها ما عندناش باش نشريو السياره نكريو ليها مره في السيمانه، مره في الشهر نكريو الطوموبيل تسوقها. حلالو والحاجه المجتمع عطاها له، وصلوا ليها. زواج ديال الطلبه ممكن بشرط ان الوالدين هم يتفقوا بجوج ويديروا ميزانيه ويكتبوا داكشي وياجلوا الوليدات. وتفر انا شخصيا عندي نماذج وامثله اقسم لك بالله الا كنسول فيهم كل عام كل عام كيفرحوني تيقولوا لي بخير. ولا علاش؟ لان لما يسرش لهم هذاك ما غيمشيو يديروا الاخر. ما يمكنش الماء خصو يجري، ما يجري قدامي لا 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 عارفه ياك زيد صابر ما يجري قدام. ام كلثوم قالت له يا ربي ما هذا الظما والماء ينساب امامي زريلا. قلت له واش تقول لي انا نموت بالعطش في الماء كيتسرسب حدايا غنتلاح؟ هذا الانسان خلق من ضعف، ما يمكنش تقول له لا شنو والو يسر يسر. ولكن عاوتاني كاين الناس اللي ما يمكنش تيسر، ما عندكش امكانيه غادي يسر البنت. الدري ما عنده حتى باش سبع شريله، باه ما عنده والو، مو ما عندها والو، باه هي وامها هي الله عندهم واحد مايندا عوالي واحد خوهم خدام بوليسي ولا خدام عسكري. حتى ما تقتلوا الدري خوكم خليوه يجمع شتي مايندا عايشين اربعه ربع هاد العائلات ماشي بعض الافلام. كاين ناس ديال بنت تبارك في المغرب اللي كيخدم واحد المعدل كيهز معاه ما بين خمسه وثمانيه. شركه المناوله غتمشي كلكم جهنم الا واحد القليل في شركه المناوله اللي ما غيمشي لجهنم. اما اغلبيه شركه المناوله والله حتى غتمشيو لجهنم. تخيل ملي كتعرف بان المغربي ملي كيخدم كيهز معاه ما بين خمسه وثمانيه تتعطيه 1500 درهم. هذيك المنطقه الضعيفه مسكين 1500 درهم. كنقول لكم احصائيات واحصائيات كيفاش كتعطيها ليا؟ عاطينها ليا شركه التامين عام تخدم. هذاك انا كنقلب راه عندي ناس كنخدم معاهم كنفتش 5 300 الافراد كيهزوا مغربي الى خدم 1500 درهم وانت تتخلص على ظهره العجب العجاب كتشد على ظهره الملايين. الهشاشه والفقر زائد الجهل كيعطي ماشي الانفجار كيعطي العجب العجاب ديال العنف. اذا هنا عفا بنتي فاطمه زهرة هنا درس ليك بنتي والدرس غالي. واحد الاب جا عندي بنته 17 عام لصقعته دري مفضي. شنو مفضي؟ الفضي البنت واكواك بغيت نرقص راسو النهار. قلت لها بلاتي بلاتي ما تحمل ذنبها تقتل راسها ولا تهرب زوج البنت. لبنتي باغا تزوج كسفي لا لا ايش راهي مزيان قرار خليها عندي. دازت واحد 10 ايام
عاوتاني جبنا الموضوع. بنتي بقى عقلها هذاك القرار اللي كتبتي باغا تضيفي عليه شي حاجه. اه مازال هكذا كنقرر مازال. عاودي منه نسخه ثانيه عفا بنتي. ولي كتقول لي كنقول لها عاودي بنتي نسخه ثانيه عاودي. كتعاود نسخه ثانيه نقول لها خليها عندك دوز واحد المده فكري عفا بنتي شويه. 3 شهور وحنا كنجرو البنت وهي كتصر وتقر وتصر وتقر. بعد ما النسخه الاولى والنسخه الثانيه تلبوها زوج. زوجنا البنيه. الدري عنده شعير طيب مع هذاك كيدو هذاك كيرطب الشعر وتيديروا هذاك الكريمات وعنده شويه فويين بحال هكا مقاد وعوينات. البنت كتشوف قناه كليب. كتعرفوا قناه كليب؟ نجرو يافت قناه كليب يتعانقوا والشعر مطلوق وكتبت الشعر. او الشعر فمستاز العام الاول دخلنا في المعقول. يفيق الصباح هي كتبغي تنعس تقول ليها امو نوضي وجدي الفطور راجلك وتبقى تما راخيه راسك تما فرضي وجدي الفطور راجلك. هي ما كتعرفش توجد الفطور راجلها ما عندهاش هذا المعنى كاع. هي عندها صاحبه صاحبه بكار تتنوض طالع ليها الدم كتحرك هذاك البوست كتخربق هذاك الشيء يتخاصمو تمشي عند امو تشكي تقول لها عرفت تبقى هو هذاك البا ما عرفاش تقريس كلشي لمو. ذات البنت كتعيش حرب خندق سابوطاج تحت الغار سابوطي فيها لا 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 الماي انا في الغداء انا زيد التليفون تاعي البابا النيف الاحمر قدك به يعني نفخو قدك مبلقي خناين تسي الدموع كل شيء راجل قلبه هزو عيط ليك له والله وتقول راجل تحركت مع عنده امام قول لها بنيتي قصري وعيشي. تخيل قالت له ما عمري ما كنت انا اللي بغيت نتزوج توما اللي دفعتوني وحنا نجبدوا ورقة اللي كتبات بيديها. انت باقا عاقله على هذه الدرا الاولى هذه شوف الطريق يا كنتي كتكتبي وكتقولي انا اقر يا بحال هكا شاد يدي وشاد راسها تشوف للتعير هذا دابا السؤال بنتي يخصك تسولي هو منين جبتوا هذيك القوه ديال التدمر في قلوبكم باش كتجاهدوا في نفوسكم ضدكم. السؤال اللي قلت لك خصك تطرحي تقول منين جبتي وما كانتش امك مرضعك الحليب مرضعك ليسانس نقول امك ظالمه رضعتك ليسانس وكان باك موكلكم الحرام وكان كيضل يشفر بالله يا رجل صالح منين جيب عرفتي منين جيبتها الجهد من الجهد. فرنسا كاين ازيد من 9 المليون ديال عازب وعازب اي فرنسا بوحدها فيها ازيد من 9 مليون ديال عازب وعازب. السؤال مشاو وكالات ديال 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 الاحصائيات مشاو وكالات ديال الماتريمونيال كيلقاو بهاد الناس خير 9 مليون راه ماشي ب ب ب, ب, ب بالجمهور الهين راه 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 را دولة لقاو بأن عندهم شروط هاد 9 مليون يتشرطوا على شريك حياتهم. الرجال عندهم شروط والبنات عندهم شروط. كتقول ليها الصحفية هاد المدة اللي انت باقا سريبة ما عمرك تقول لها لا تعرض عليا فلان تعرض عليا البروفيل الفلاني تعرض عليا البروفيل الفلاني وتعرض تقول لها لا عندي شروط. كتقول لها شنو هو الشروط الأول؟ كتقول الشروط هو التوازن اللي انا فيه خصني نبقى فيه نرجعش للور نبقى متوازنه فكريا نفسانيا عاطفيا اجتماعيا ماديا نبقى عندي نفس التوازن ونزيد عليه. قلت لها انا غنتلقى واحد معصب كيغضب. قلت لها عجبني في صورته جميل ولكن غير خصني ليا توازن نفسي كنرفض. حتى ما مخلوعينش هاد 10 المليون ديال العازب وعازبه تيقولوا ويلنا ويلنا احنا بوحدنا عازبين ما اعتبروهاش ويله من الويلات لان كيسافروا ياخذوا وكرات الاصفار يمشيوا مع دي فواياج اورغانيزي عايشين في مجتمعهم صيغه المتعه ما صيغه المتعه المباحه ايها السفير هذاك تحابني ملي نقول صيغه المتعه غتفهمني لا انا راني مسلم تنقول صيغه المتعه الطيبه عوش كلامي ايها الراس المشوط وجر راسك يشافيك ويداويك وحيد منك السوء من قلبك تحاول كل شيء طيح له العزام واش غتحاب؟ اه لا
يميلوا في التربية الجنسية، اش كتقصدوا بالتربية الجنسية؟ ما معنى أنه كتقول خاصك تقري البنت المغربية وتقري ما معنى التربية الجنسية؟ شنو الفرق ما بين تقول التربية الجنسية وتقول ثقافة النساء والرجال؟ شنو الفرق؟ إلا كتقصدوا بالتربية الجنسية هو فهم الجسم وفهم جميع الأعضاء بما فيها الأعضاء التناسلية، ماشي مشكل. ولكن إلا كتقصد التربية الجنسية هي كيفاش البنت كدير علاقة سليمة، معنيتها ملي تبغي تمارس خصها دير بريزيرفاتيف وهو يدير بريزيرفاتيف وخصها تاخذ الفريد، هذا سميتو فسق. وانا شخصيا ما قبلوش، لا ليا لا لولادي ولا المغاربة. الى هذا كل هذيك قابلوا البنت قابلوا الولد شغلوا هذاك. ولكن خصنا نتفاهموا احنا في المفاهيم وفي الجمل، احنا المغاربة كنفهموا في الجملة وكنفهموا في الكلمة وكنفهموا في المعنى. فرق كبير انك تقول تربية النساء تربية، تربية الرجال تربية، اما تجي تقول ليديكاسيون سيكسيوال ترجمها بالتربية الجنسية. اذا غدا غنوليو ناطرو بمبادئ علمانية، واش هادشي اللي بغينا احنا نفوسنا؟ واش هادشي اللي بغوا المغاربة اللي اكثر من 95 او 98 او 99 فيهم مسلم؟ واش هادشي اللي غادي نحلو هاد الباب العافية؟ نلعبوش بالعافية. مستمعينا لو سمحتوا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح. رجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، ومازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. ومعنا زهره من بني ملال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زهره الله مرحبا. لاباس فيك. مرحبا. بغيت نسولك واحد السؤال الى جات على خاطركم. الله يجزيكم بخير. ايه تفضل. عندي واحد البنيه منغوليه. ايه شحال في عمرك يا زهره؟ 42 عام. ايه عندي واحد الدريه منغوليه. ايه محرومه مسكينه من القرايه بعيده عليا البلاصه في تيقراو. فين كتكونتي؟ في ملال. في ملال. واه ساكنه في ملال. وهاد البلاصه اللي كيديروا فيها انشطه الوليدات فين البلاصه؟ انا ساكنه في ولاد عياد. بعيده شويه على المدينه. عرفتها ولاد عياد؟ عرفت. واه كاين المركوب؟ ما عندهم هاد الجمعية ما عندهمش ترونسبور؟ لا ما عندهمش. داكشي علاش ما شوف غناخذ الهاتف ديالك وغادي نصيفطك. انتوما تما تابعين الازيلا ياك؟ لا انا بني ملال بالضبط. لا ولكن ولاد عياد تابعين بني ملال ولا تابعين الازيلا؟ لا لا ولاد عياد تابعني ملال. اييه وغادي نشوف لك تما شي اصدقاء ديالي يساعدوك. غنشوف لك شي حبيب. الله يجازيك. غناخذ الهاتف ديالك. خليك معنا نزار. تحياتنا ليك بني ملال. وناخذ محسن من الرباط. الو الو محسن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء النور عليكم. مرحبا سي محسن. الله يبارك فيك. الله يجزيك بخير. عندي جوج المسائل. وحده عليا على جنبي. مرحبا. بغيت نوفق بديري بشكل صعبه. ما سمعتكش خويا كيتقطع الصوت. عاود لي. واخا نحاول نوصل لبلاصه مزيان. هي شوف. قلت لك المسألة الأولى بأنني دابا شوية أسعدني وأنني بقيت متعلم واحد المرة شوية. ما كنسمعش أحبيبي. ما كنسمعش مزيان. ما كنسمعش السي محسن. واخا نرجعوا للستاندار ونشوفوا لكن الصوت كيتقطع الكلام ديالك. ما كنسمعش مزيان. واخا أستاذ إذا سمحتي نرجعوا لموضوعنا بالنسبة للشخص، يعني إلى ما انتبهش لهاد ربعة الأمور اللي ذكرتي اللي منهم العجلة والبنية الحربية، واش حتى كيعمر الشخص يعني كيتساتيوغا يعني عاد كيوصل الحماق ولا قبل ولا هو؟ لالا عندنا صيغه المتعه وعندنا الاحساس بالالم. الطفل من نهار كيتزاد اول جهاز كيخدم فيه هو الالم. الجوع ديالو كيالمو باش يقضي حاجته، كتالمو باش يهضم طعامه. كاين اللي كيكون عنده اللي راه كيعرفوها الامهات يتشعبوا له المسيرنات، توقع له كونتراكسيون، خصو يمسدوا له مسيرناتو بشويه تزيد العود الدافيه باش كيرخيو له المسيرنات. دائما الالم عندنا هو المؤشر. كنبداو بالالم ثم كيبدا الانسان يتعلم صيغه المتعه، وصيغه المتعه كتعلمو الصبر على الالم. ولكن خص الانسان ينبذ الالم، ما كيتمتعش بالالم. ولكن مع الوقت يكبر واحد الطفل محروم، مو
تتهملو باه تيهملو خوتو تيهملوه تيولي مسانس بالالم يولي هو راه خصنا نبدوه خصنا نتحملوه ولكن ماشي كنتحملوه حنا راغبين في الالم كنتحملوه حنا كارهين فيه لانه لبقيتي كتسانس به كيولي عندك داخل ما غتحس عاوتاني حتى غيتزاد مقدار الالم اما اللي كينبدو كيبقى دائما عنده احساس رقيق تكون صاحب الاحساس الرقيق هو اللي كينبد الالم مع تحمله ومع صبره على الالم وراه ثقافه هائله الصبر خصك تكون رقيق وعندك قدره على التحمل راه كتالم ولكن كتصبر هنا ملي كيبدا الانسان كينبد ما كياخذش هنا الالم ما كيتسنش به ما كيجعلوش بحالو بحال المتعه حيت هو الا جعلتيه بحالو بحال المتعه باش تقول لك نفسك وتعطيك جرس الانذار كتولي كترفع هي الالم ما كتبقاش معك في المستويات البسيطه والصغيره كتولي تطلع معاك تولي الانسان حتى يجعر حتى يدير كريز عادي يقول لك راك توحش تخيل انت دابا شي راجل كيدير كريز لمرتو قد قد المصيبه وهو راه باغي يقول لها توحش تخيل غوات وهي مشات مسافره وتعطلات علو دارت مع دخول السبت مع 12 ودخلت للحد وهي راه معاها امها وبوها ومع عائلتها وهو ملي غادخل ماشي غير يفرح ويعنقها ويقبلها وقيامه غتقوم وغيخضبو وغيخضب وقيامه وهي مسكينه جايبه الكادوات وجايبه الشريحه وجاب الله ما دازتش لسي عبد الرحمن ودات له الدون كلها قيدات له الشغل وعلقات له الشراوط وداك الويل كحل اذا قيامه تتقوم باش يقول لها عاوتاني هي سافر خوالو شارج ديال التليفون ما عندوش شارجور خلو طيل في الليل هذاك العساس لوطيل ما عندوش نفس الشارجور مالك كيفاش يدير عيط خشى صبعو في التليفون باش يصيفط اس ام اس ما كاينش ما حافظش نمرت مرتو راه قليل دابا ولا حافظه مع دابا كان عيطوها مع داك الاوتوماتيك قليل حافظها الصباح فاق عيطوا على ديك الشركه اللي عندهم معهم اجتماع ما سالت ال 11 راه تساير من الخمسه البارح بيته مخلوع عالو الصباح ما لقاش الهاتف خرج مع ال 12 صادف الجمعه وحنا نهار الجمعه عندنا كيموت كل شيء ماشي يصلي ويرجعوا يخدموا ولا يصلي ويتغدى وينعسوا ما يحلوا حتى المغرب وشوف كاين اللي كيحل حتى السبت اذا الجمعه صباح عندنا حنا نهار ميت ما لقاش شارجو حتى السبت الصباح عاد شارجا صونا الو لقيتو بلغوات مالك ما تعبرني ما كذا تخيل ساعتين ديال الكريز نهار الحد قاطعاتو في الكلام نهار اثنين ما داويش معاه نهار ثلاث صاب حاجه ما حوايجها وباغات فيه تغضب تخيل هادشي كله باش تقول له خفت عليك يا ودي لا خفتي عليه ملي دوا معاك بعد نهار الخميس والجمعه وقال لك راه ما لقيتش الشارجور فرحي بالسيد بعدا وضحكي معاه وقولي له الله يا حبيبي راني تشطنت عليك وخا عليك وخافك هذا اللي عنده المتعه وما عندوش الالم الا الجزء منه اللي انذار وغير كيوصل 0.5 الالم ولا 0.6 كيبدا يخدم جهاز المناعه يتحملو وما يضربش في المتعه هذو الاذكياء العارفين اما الجهال ما تيتحركش هو ملي كيكون الالم 0.5 ماشي معناتها خصو يتحرك ضده باش يحيدو خصك تحمي من الالم صيغه المتعه اللي عندك نعطيك مثال مثلا السيده كدير تحليلات مريضه هذاك المرض كيولد فيها الم وعندها صيغه المتعه في دارها مع راجلها وليداتها العارفه غتحمي بيتها وراجلها وولادها من تصدعها هي ومن انهيارها هي امام هذا البيت كي غدير غتعيط لامها ولا غتعيط لاختها ولا غتعيط لامو ولا غتعيط لاختو وغتقول لها الله يجازيك بخير واحد لانترفاس 3 ايام راني منهاره ما بغيتش نكد عليهم حياتهم ولقيتي اللي كيشدها الالم كتدخل لبيت النعاس ولا وراجلها مع وليداتها تيحسوا بها انها دايره واحد 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 الترتيبات اللي مخليه هذاك الاطار وهي عايشه الالم هادشي اللي كيدار في البيوت المغربيه طبله ديال الماكله كتعمر الدواء تحل الدار على الصالون مع مشقق صغار فيهم قجر وحك صباط هاك تحل الباب ما كتشوف المرحاض على اليسار وكتشوف البالكون على اليمين عندك هذاك الشيء مجموع قدامك يدخلوا الدراري يلقاو امهم دايره داك الشد لابسه داك البنوار النمر حتى فوق الطبله كاع الادويه مخرجها الطبيب والتليفون حداها راه مريضه ما تسكتش من التليفون
الو اه خالتي اه لا والو باس اه قالوا لي عندك المصران وفيك قرحه المعده العصب في المسار انا اختي اه امي عمتي الف قايس الف قايس والراجل كيسمع الف قايس ما عارفه واش عليه ولا منين جا الف قايس اه واش الحمد لله الحمد لله تيديروا الكسره في الحمد لله سبحان الله يا الحمد لله بالضمه باش كترفعها الحمد لله الحمد لله لا كيطيحوها هما يطيحوها ويطيحوا معاها الحمد لله خالتي الحمد لله تخيل الدراري اه حيدوا عليا سيرو كولوج الاخر نعسو الراجل ما فيا ما نوض اجي حدايا شو اجي حدا قنط تفيضوا عليا خل نعس فاسي الضو مشى للتلفاز صونات على صاحبتها ناضت شالت الضو قالت مريضه ولات كتكابر هي لصاحبتك تكابري ولامك تكابري والخوك وباك تكابري وصحاب القرعه تكابري وهذاك السيد اللي حداك ما تكابريش هو لاحظ يا ويلو مشى تلاحظ زعما هذه قال لها وكيفاش كتكابري هاوي غتجبدلو من نهار تزاد شي نهار اللي تزاد غتقول له باقي عقلت نهار تزاديتي ماشي من نهار تزوجها كتبقى تفلي فيه سبحان الله بعض النساء المغربيات كتفلي في راجل كتعرف تفاصيل حياته كلها باش تطحنوا بهم ماشي باش تزكيه بهم كتقول له عقلتي ياك ضربتي كلب صغير ياك قجيتي مشى ياك قجيتي دجاجه عند جداك ياك لحتي فلوس من بالكون ياك فشختي البيض ياك انت يا ضربتي واحد تخيل راجل تيولي حاس براسو يا اما ولا منافق يا اما غيمشي جهنم ديك الساعه ديك الليله ما عمري عمرك ما درتي معايا كلشي مني ومعاه هي مريضه ملي غادي يضغط عليها غطيح اه غتولي دير العصاب مع المرض اذا شتي هاد الزوج هذا شنو كيعلمونا ثقافه انعدام النقاهه النفسيه وثقافه كندمروا صيغه المتعه شي هادو لا تقاسول اش كيولي كيولي عندنا التدمر والعنف داخل في حياتنا اليوميه يعني الا ما تعاقروش الا ما تسابوش الا ما مرضوش بعضياتهم الا ما نكدوش عليهم عشاتهم تخيل دابا نعطيك مثال المراه مطيبه طاجين ديال الهبال سهرة علو من الجوج ولا من الوحده ويتقاد فيه دخل السيد جاتو مكالمه في الدار باترون ديالو او الله يزغبو لا كانت باترونه كانت مراه على زعما من اللي غيهضر هو في الدار وغادي يجيب لك حداها غتحل الطاجين وتقول له بسم الله حبيبه معشي ولا معشيش معشي وكل ما معشيش نجمعو قال معشي حريره قال ما معشيش حريرتي ثقافه ديال انه نجحوا السعاده هذه هي السعاده كتعبر نفسك باش تمشي ليها الحزن والعنف ما عندك ما تعبر في نفسك راه عندك معاك فيك سعادة ما فكش خاصك تجتهد تعبر نفسك لهذا سيدنا يوسف عطاه الله الكرامة والمعجزة يعبر الرؤية ما معنى يعبر الرؤية يعني هذيك الموانع اللي دارت نفسك باش ما تخليش المعنى يوصل ليك انت والآخر هو تيخترقها تيمشي للمعنى وكيجبدو حيت المعنى راه النفس مدرقاش بحال ذاك القفز ديال العودان ديال الحواجز خاصك تقفز 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 حتى كتوصل للمعنى السعادة خاصك تعرف بان راه اجتهاد ثقافه اذا هادو اللي كينفجروا عندك الحق انك تكلم على انه فاتوره وصل المشبع كاينه ولكن شنو السبب اللي كيجعلنا نكونوا مشبعين مش قله المال واش الفقر شنو الجهل وقسوه القلب كتلقى المراه موحشه راجلها الراجل موحش مرته مخاصم معها والله ما يتسامح معها العناد العناد وحنا قبيله فلان ما لقيتي باش تعنى في قبيلتكم غير بالعناد تعنى في قبيلتكم بالكرم تعنى في قبيلتكم بالجود تعنى في قبيلتكم بالعلم تعنى في قبيلتك بالشهامه ما تعنيتو غير بالعناد اللي حنا في قبيلتنا والله الا طرف معزه كون كان المعز يطير كره حنا في امريكا كره وصلنا للمريخ نركبوها في المعز المعز ما كيطيرش والكلخ ما كيربحش شتي ثقافه خصنا نراجعوا فيها جعلنا الكبرياء والنفس النيف ما عرفتش انا مين جابوا هاد النفس في النيف شكون اللي قال لهم النفس راه هنا شكون ملي جابوا منين جبتوا هاد الفكره ديال النفس في النيف والله ما في النيف في النيف كاين حاجه اخرى مسخه مرحبا شكرا لكم مستمعينا لوفائكم البرنامج بكل وضوح لكم تحيه صابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم